السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس محمود سالم، وبنبدأ مع حضراتكم إن شاء الله المحاضرة الثانية من كورس الفلويد ميكانكس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خصائص الفلويد، وهنتكلم عن تقسيمات الفلويد بتتقسم لإيه. أول حاجة الفلويد ميكانكس عندنا هنتكلم فيها عن 3 حاجات أساسية. هنتكلم عن الفلويد في حالاته المختلفة. أول حاجة في حالة لو الفلويد دوت كان ستاتيك مبيتحركش. تاني حاجة هندرس الفلويد في حالة إن هو كان في الكايناماتكس بيتحرك، ولكن هدرس حركته من غير تأثيرات القوى اللي بتأثر عليه. تالت حالة هدرس الفلويد داينامكس، اللي هو الفلويد أثناء حركته وبتأثيرات القوى المختلفة عليه. تمام، قبل ما نخش على الفلويد لازم نعرف إيه هو الفلويد ده، لازم نعرف إيه هي خصائص المائع ده. والمائع في الحقيقة لها خصائص كتير جدا جدا جدا، ولكن أهم خصائص ليها إحنا هنتكلم عنها هم 5 خصائص. الخصائص دي هي عبارة عن أول حاجة الدنستي اللي هي الكثافة، وبنرمز لها بالرمز اللاتيني رو. يبقى أول حاجة هنتكلم عنها الكثافة. تاني حاجة هنتكلم عن البالك مودلس أوف إلاستيستي، اللي هو معامل انضغاطي قابلية المائع للانضغاط، والمائع هنا بنقصد بيه الجاز والليكويد. تالت حاجة هنتكلم عنها الفيسكوستي، طبعا مفهوم شديد جدا وكبير جدا ومفهوم قوي جدا لازم برضه نتعرف عليه، اللي هي اللزوج، لزوجة السائل. رابع حاجة هنتكلم عن الفيبر بريشر، طبعا ده كلام عنه مهم جدا. خامس حاجة وآخر حاجة هنتكلم عنها في خصائص الفلويد هي السيرفس تنشن. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أول 2 بس، اللي هو البالك مودلس والدنستي. فركز معانا كويس وامسك ورقة وقلم وحاول تفكر في السؤال دوت اللي احنا هنلقيه عليك السؤال ده وهنجاوبه في اخر الحلقه. السؤال بتاعتنا قبل الانضغاط ولا لا؟ ما تجاوبش دلوقتي، اسمع الحلقه وبعدين جاوب في الكومنتات وهتعرف كل حاجه. اول حاجه الدنستي. الدنستي زي ما قلنا هي عباره عن كثافه السائل، كثافه السائل. والحقيقه ان الكثافه ديت هي عباره عن تعبير عن الكتله، بتعبر عن الكتله في وحده الحجم، الكتله بالنسبه للحجم. يعني في كل حجم معين كتلة السائل فيه قد ايه، هي دي عبارة عن الكثافة، يبقى هي الكتلة على الحجم. وبنرمز لها بالرمز رو. الرمز ده طبعا لاتيني، رمز اسمه رو ار اتش او، او بالرمز اللي احنا شايفينه ده. والكتلة دي والكثافة، قصدي عفوا الكثافة دي ليها وحدة، لان احنا شايفين الام وحدتها كيلوجرام والفي وحدتها متر تكعيب، اذا بتساوي الكيلوجرام بير كيوبيك متر. زي ما قلنا ان الوحدات شيء اساسي جدا ورئيسي في ان انا ادرسه قبل ما اخش على دراسه اي حاجه في فروع الهندسه كلها عامه، والهندسه الميكانيكيه خاصه. اشهر السائلين عندي لازم ابقى عارف الكثافه بتاعتهم هم الووتر والزئبق. زي ما احنا عارفين ان الووتر الكثافه بتاعتها عند 4 سلسلز بتساوي 1000 كيلو جرام على متر تكعيب، بينما الرو بتاع الزئبق بيساوي 13600. كده احنا عرفنا اهم السوائل. طبعا بقيه السوائل في جدول موجود في الريفرنس، هبقى احطه لكم في وصف الفيديو، تقدر تطلع عليه وتشوف السوائل الكثافه المختلفه للسوائل. زي ما قلنا ان السوائل كثافتها بتختلف من سائل لسائل، والسائل نفسه كثافته بتختلف مع تغيرات درجه الحراره وتغير الضغط، بس التغير دوت مش كبير قوي زي ما هنشوف في الشرائح الجايه. الكثافه برضو ليها خاصيه اسمها السبيسيفيك ويت. السبيسيفيك ويت دي ايه علاقتها بالكثافه؟ السبيسيفيك ويت دي كلمه السبيسيفيك معناها ان انا بقسم على الفوليوم، يبقى انا بقسم الويت على الفوليوم. والسبيسيفيك ويت وحدتها نيوتن على متر تكعيب. الفوليوم وحدته متر تكعيب، والويت اللي هو الوزن يساوي نيوتن، ووحدتها الدبليو سمول زي ما احنا شايفين كده. اقدر افك الويت هنا ولا ما اقدرش؟ اقدر افكه، يبقى بيساوي ام في جي. يبقى هيبقى السبيسيفيك ويت بيساوي الام جي على في. الام اللي هي الكتله، والجي اللي هي عاليه الجاذبيه الارضيه، والفي هو الحجم اللي السائل ماشي فيه. مش ملاحظ حاجه؟ بص هنا كده، يبقى الدنستي ام على في، اذا السبيسيفيك ويت بتساوي الرو في جي. السبيسيفيك ويت بيساوي الرو في جي، ودي علاقته بالكثافه. عندنا تعريف تاني برضو، مصطلح تاني او خاصيه تانيه للكثافه، هي السبيسيفيك جرافيتي. السبيسيفيك جرافيتي اللي هي بتساوي الرو بتاع اي ماده على الرو بتاع الوتر.
رو بتاع اي سائل على الرو ووتر. وزيتين الجرافيتي رمزها اس جي ووحدتها ها وحدتها ايه؟ قول معايا، مش دي رو ودي رو، الاثنين كثافه ودي كثافه، اذا وحدتها ملهاش اي وحده. من اشهر السوائل اللي لازم ابقى عارف السبيسيفيك ويت بتاعتها هي برضو الووتر، فالسبيسيفيك ويت بتاعت الووتر بتساوي كام؟ 9800 نيوتن لكل متر تجعيد. اما بالنسبه للسبيسيفيك جرافيتي، فاشهر السوائل عندي السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها هي الزئبق، زي ما قلنا الاتش جي لو قسمنا 3600 على 1000 يبقى بتساوي 13.6 من غير وحده. كده احنا اتعرفنا على الكثافه معناها والخصائص بتاعتها، الكثافه زي السبيسيفيك ويت والسبيسيفيك جرافيتي. الكثافه دي بقى عايزين نشوفها يعني عملي اكتر يعني، فاحنا جبنا لكم التجربه دي نشوف فيها مدى تاثر الكثافه بتغير الماده. يعني مثلا دلوقتي اللي احنا عارفين الوتر كثافته 1000 كيلو جرام على متر تدقيق، تمام. فاول حاجه هنغرق في الوتر ده مكعب الومنيوم زي ما احنا شايفين كده، هنغطسه في الميه، هنلاقيه بيحصل ايه؟ هنلاقيه بينزل تحت. طيب هنقوم جايين حاطين نخلوه خشب، فهنلاقي الخشب بيطفو سن، او ده تلج الامام لا مؤاخذه يعني، ده التلج. بعدين هنضيف نخليه خشب فهنلاقيه بيطفو اكتر، بعدين نحطه فيلم هنلاقيه بيطفو اكتر. الملاحظ هنا في اللي فات، الملاحظ في اللي فات ان الكثافه بتعبر عن امكانيه طفو الاجسام خلال السوائل، الاجسام خلال السوائل. فالكثافه برضو زي ما هي معبر عن الوزن، معبر برضو عن الطفو، وهنشرح الكلام ده في وقت ان شاء الله. اخر حاجه عايزين نعرفها عن الكثافه هي مدى تاثرها بدرجات الحراره. هنا دوت الكيرف ده معمول بيقول لك تاثر الكثافه مع اختلاف درجات الحراره. هنلاقي ان التاثر بسيط جدا، يعني عند درجه حراره 100 كثافه 960، وعند درجه حراره 0 كثافه تقريبا 1000. فهنلاقي ان التاثر لما غيرت 100 درجه الكثافه قلت بنسبه بسيطه جدا. بس المعامله اللي لازم نفهمها من هنا الرئيسيه ان الكثافه تتناسب عكسيا مع درجه الحراره، يعني كل ما الحراره تزيد كل ما الكثافه تقل والعكس صحيح. تاني حاجة بقى هنتكلم عنها النهارده هي البالك مودلس اوف اليستيستي. زي ما قلنا لحضراتكم كان في سؤال، في معلومة شائعة عند البعض ان او عند الكل يعني عند المعظم ان السوائل غير قابلة للانضغاط والغازات قابلة للانضغاط. واحنا معاكم عشان خاطر نتأكد من صحة المعلومة ديت، مدى صحتها، هل هي صحيحة هل هي خاطئة؟ كنا سألنا في أول الحلقة، عايزين نشوف. فعملنا التجربة الآتية، جبنا سائل بحجم معين زي ما احنا شايفين هنا، بحجم معين ليه حجم اللي هي V1، وأثرنا عليه دوت كده سائل موجود في المكعب ده، وأثرنا عليه بيستو، بدأنا نضغطه، زودنا الضغط هنا خليناه 100 بار، ضغطنا على البيستو بضغط 100 بار، وجينا نشوف حالة السائل بعد ما عملنا اللي عليه الأبلايد بريشر ده، لقينا إن المكعب بتاع الفلويد اتضغط شوية، مع زيادة الضغط بدأ حجمه قل، فزودنا كمان 100 بار عشان نشوف هل دي التأثير دوت مستمر ولا لأ. فلقينا ان برضو السائل حجمه قل تاني، فزودنا كمان 100 بار بقى 300 بار، لقينا ان السائل حجمه قل برضو مع زياده الضغط. فمن هنا تبين لنا ان الفلويد الموائع، قصدي السوائل اللي ليكويدز فيها قابليه للانضغاط، يعني مش زي ما احنا عارفين انها لا تقبل الانضغاط. ولكن لو لاحظت معايا ودققت كويس هتلاقي ان في الاول كان انضغاط كبير، ومع زياده البشر بدا الانضغاط يقل سنه بسنه لحد ما هتلاقي عند بشر معين السوائل غير قابله للانضغاط. يبقى هي قابله للانضغاط في فتره معينه، توصل لحد بشر معين تبدا ما تكونش قابله للانضغاط. فده كان من احد الاسباب اللي خلانا نقول ان السوائل غير قابله للانضغاط. حبينا نرسم العلاقه بين البريشر والفوليوم، تغير الفوليوم مع تغير البريشر، فرسمنا المحور بتاعتنا هنا الفوليوم ال V على ال V1 يعني تغير الفوليوم، وهنا ال B. فطلعت لنا العلاقة المرسومة تطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ان هنا بيبدأ هنا التغير بيبقى كبير، هنا بيقل، هنا بيقل اكتر، لحد ما هتلاقي لما تطلع فوق بقى كمان هتلاقي بدأت العلاقة تبقى
ثابت. تمام، عايزين نجيب الاسلوب العلاقه هنا بين البريشر والفوليوم. فاحسن مثال نجيب بيه العلاقه هو الاسلوب. هنرسم هنا، عايزين نجيب الاسلوب هنا، فهنرسم المثلث بتاعنا بالاسلوب. فهنلاقي ان التغير هنا ده الدلتا بي، وهنا الدلتا بي على في 1. هنلاقي ان التغير هنا سالب. الاسلوب بتاعنا طبعا قبل ما نخش نعرف نجيب الاسلوب لازم ابقى عارف ان الكمبرسابيلتي من الرسم هنا، من الواضح من الرسم والتجربه بتاعتنا، ان الانضغاطيه بتتناسب عكسيا مع البريشر، ومقاومه الانضغاط تتناسب طرديا مع البريشر. يعني هنا السائل بيقاوم الانضغاط، كل ما البريشر يزيد كل ما مقاومته، زي ما احنا شايفين برضو هنا، كل ما البريشر يزيد كل ما مقاومه السائل للانضغاط بتزيد. فالمعلومتين دول استنتجناهم من التجربه اللي قدامنا دي. حابين بقى نجيب الاسلوب العلاقه بتاعتنا دي، فنلاقي ان الاسلوب بيساوي الدلتا بي تغير في الضغط على الدلتا في على في 1. وبان الحجم بيقل فهنلاقي ان الاسلوب ده هيطلع سالب، فالاسلوب ده هيطلع بقيمه سالب. وهو ده بقى عباره الاسلوب ده هو سالب. الاسلوب ده هو عباره عن البالك مودلس اوف الاستي. يبقى الكي هنا هو الاسلوب. لما اشوف العلاقه دي والعلاقه ديت بستنتج ان الكي هو عباره عن الريزيستنس تو كومبريشن، هو مقاومه السائل للانضغاط. يبقى البالك مودلس اوف السيستي هو عباره عن مقاومه السائل للانضغاط. لو جيت اقارن بين السوائل والغازات من حيث البالك مودلس اوف السيستي هلاقي ان الكي ووتر بتساوي 20,000 ضعف الكي اير. ومن هنا برضو جات المعلومه بتاعت ان الليكويد مالها انكمبريسبل فلويد. ولكن هل هي في الحقيقه انكمبريسبل؟ هي بالنسبه للغازات الانضغاطات بتاعتها قليله جدا، ولكن ما اقدرش اهملها في بعض التطبيقات اللي هنتكلم عنها فيما هو قادم. ولكن حاول تفتكر المعلومه دي، ان السوائل بتبقى قابله للانضغاط لحد بريشر معين وبعدين تبدا تثبت، وبالنسبه للغازات هي غير قابله للانضغاط. كده احنا خلصنا الكلام عن الخاصيه بتاعت الدنستي، وخلصنا الكلام عن البالك مودلس والاسستي. ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن الفيسكوستي والفيبر بريشر. ولكن عايزك تركز قوي في الحلقات اللي جايه، وعايزك تركز قوي في المحاضره دي. وانت لو طلعت منها بان انت عرفت ان السوائل ليها قابليه للانضغاط، فدي كفايه علينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنونا في الحلقات اللي جايه.